تبحات إيمانية. هايد الرجل شفنا معكم رسام جابانيز إسلامي مسلم اسمه عبد الله يرسم بخط العربي رغم أنه ما يفهم كثير عربي، لكن شوفوا رسم مين، قصدي كتب مين، كتب محمد صلى الله عليه وسلم. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. صلوا على النبي محمد بالكومنت. الله الله عليك يا رسام يا خطاط يا فنان، اللهم اجمعنا مع النبي محمد يا الله يا رب العالمين. الله اللون التركوازي حبيت، الطبعة الفنية والماركة الاسمية حبيت. هذه اللعبة تحطها بوجهك ولا بيدينك ولا بفخوذك، يطبعها كأنه وجهك الأساسي. الصراحة أنا بشتريها ليش؟ عشان أشوف وجهي زي المراية ولا المراية تخدعني. لتشوف أمامك أصداف طبيعية من الخالق، أشكر الله سبحانه وتعالى وأقول ما شاء الله. بس سبحان الله حبيت إبداع. يرش بودرة وسكر على الطاولة وبعدين يقوم يحتتها بورقة وجيب كرة حديدية ويسكر الطاولة، بعدين يجيب كتاب وقهوته ويشغل تطبيق. يجنن والله أبيه، يعني لو حط له أي فيس أي شيء تبيه يرسمه لك. This is the technology. واو رسم له حوت، يحب الحوت حبيت.